ننتقل لبرج العذراء. نعم، مولود برج العذراء سنة 2018 فيها نوع من التناقضات. يعني امتى بيكون ربحان، امتى بيكون خسران، امتى الامور بتمشي لصالحه، امتى بترجعه لورا، ما بتعرف. ولكن عليه هو انه يعرف لوين رايح اهم شيء، وما يمشي عكس التيار، لانه بدايه السنه حتكون شوي قاسيه عليه، لانه كمان اذا بدنا نرجع 3 سنين لورا كانوا صعبين على مواليد برج العذراء، وهيدي السنه تعتبر سنه الانطلاقه وسنه انه تحديد المصير عندهم، كان المصير المهني او حتى مصيره العاطفي، وبشوف انه الامور رح تكون منيحة. حلو كتير.